خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس وايضا جوله مروريه في شوارع القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير عليك. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا باسان. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصيب. طمنينا على الجو النهارده هيبقى عامل ازاي. لا احنا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره يمكن ملاحظينه بقالنا يومين، وكمان في رياح مثيره رمال والاتربه على بعض المناطق المكشوفه يعني، فمعلش الاجواء ربيعيه شويه بس ان شاء الله يعني لازم نتعود بقى على فصل الصيف ودرجات الحراره مرتفعه. بالظبط. بصبح على حضراتكم مره ثانيه وخلونا نبدا معاكم بجوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات وخصوصا الناس بدات تنزل دلوقتي. خلونا نبدا معاكم بميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه. في شوارع ثانيه هنلاقي فيها سيوله مروريه، لكن على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافه مروريه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المرورية البسيطة. هنروح لكوبري اكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية متحركة وبتفضل مستمرة لحد العباسية، لكن هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي فيه سيولة مرورية. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي ان فيه كثافات مرورية وصولا للمنصة. في ظهرت كمان كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر من وسط المدينة، كما يشهد ايضا برضو شارع بورسعيد من نزلة كوبري اكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. في كمان كثافات مرورية متحركة في شارع جامعة الدول العربية وكمان ميدان الدقي. بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة، لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد لاتجاه جامعة القاهرة. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحرة علشان مفيش أي كثافات، ومنه إلى الطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في الطريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أقل من المعتاد. بيشهد كمان الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بطريق لمنع ظهور زحام مروري. مكملين جولتنا ونروح محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الموجة الحارة لسه مستمرة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على أغلب الأنحاء وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.